نبقى مع أجواء مهرجان برلين السينمائي ونتوجه الآن إلى موفدة دي دبليو لهناك نهلة الحناوي. نهلة، الجميع يتحدث عن المسابقة الأساسية، ماذا عن مسابقة الأفلام القصيرة؟ مسابقة الأفلام القصيرة يعني تعد من أهم وأقدم المسابقات. هناك هذا العام 27 فيلما من 20 دولة في المسابقة، منهم أفلام وثائقية وأفلام كرتون وأفلام روائية وأيضا خيال علمي. تنظم أيضا ندوات على هامش هذا القسم يناقش فيها المخرجون مع الجمهور طبيعة الفيلم، وكي يتعرف الجمهور أكثر على الفيلم والمواضيع. وهناك ومن المقرر أن تعلن النتائج يوم السبت المقبل. طيب، يعني هناك مشاركة عربية مكثفة في جائزة ومسابقة الأفلام القصيرة، ما هي أبرز الأفلام المعروضة؟ هناك أفلام عربية وهناك أيضا أفلام عن العالم العربي. من أبرز هذه الأفلام هو الفيلم السعودي حرمة، ويتعد أول مشاركة سعودية على الإطلاق في برلينالي. الفيلم من إخراج المخرجة الشابة السعودية عهد كامل، وهو يتناول وضع المرأة في السعودية وفكرة ولي الأمر. هناك أيضا فيلم سوري خطوة خطوة للمخرج أسامة محمد، وفيلم قديم كان مشروع التخرج. هناك أيضا فيلم الانتظار، وهو فيلم إيطالي للمخرج الإيطالي ماريو ريتسي، وهو عن مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن. هناك أيضا مشاركات من فلسطين ولبنان ومصر. شكرا جزيلا لك نهلة الحناوي، موفدة دي دبليو إلى مهرجان برلين السينمائي.